يبدو أن المخاوف من أزمة جديدة للمحروقات عادت في اليومين الماضيين على خلفية رفع عدد من المحطات خراطيمها أمام المواطنين الذين عادوا للاصطفاف في طوابير ولا حول ولا قوة لهم سوى الانتظار. لا هي قصة السعر بده يطلع أو بده ينزل السعر، يعني بيعبي هلا أوفر ما يعبي بكرة، بس إذا وقف بالصف راح لترين حط 50,000، لا إن شاء الله ما بيرجع. قصة استفادة للمحطات بس، بدها تستفيد المحطات. أخي ما فيش أزمة، تعال عبي بنزين، في بنزين؟ برا على المحطات ما في ولا محطه عم تعبي ولا العالم عم تعمل ازمه، ما المحطات مسكره وما عم تفتح، كثير محطات مسكره ما عم تفتح. هول هم مسؤولين، هن مسؤولين، نعم بيسكروا عندهم بنزين كلهم مفولين بنزين. بالنتيجه انه المحطات عم تاخذ الجعالي تبعولهم وعم ياخذوا ربحهم، ليش عم بيسكروا المحطات؟ شو اسمه بكره بس ياخذوا البنزين غالي بدهم يرجعوا يبيعونه غالي، حقه للشخص عم ياخذه، ليش عم بيسكروا المحطات بوجه المواطنين؟ ما أنا في عندي بس بدي فولها. في عندك طبعا ما فيش أزمة، شو مكتوب؟ أنا بيتي هون شفتهم. نحن شوفريت عمومي، نحن اليوم عم نشتري تنكة البنزين ب 400 وكسور، نحن عم يطلع معنا الراكب عم بيقول لك بعده ب 10,000 وعمي معي 5,000، شو بتقول له للزبون؟ بتقول له لا، عم نطلع الزبون. ما في أزمة والعالم كلها ليك على الطابور، طابور أنا صار لي ساعتين واقف لعبي ب 200,000 اظهر فيهم. وفي حديث للأنبيان اعتبر عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أن ما يحصل ترجمة لمخاوف الناس من انقطاع لمادة البنزين. ما هالبلبلة هاي كلها صور صارت 48 ساعة ما إلى لزوم، لأننا كنا صحيح نحن عايشين بوضع استثنائي وبأزمة على المستوى الحرب اللي عم بتدور حوالينا، صحيح الكميات خفيفة بالأسواق بس ما في انقطاع لمادة البنزين. بدنا برودة أعصاب عند المواطنين، أكثر من 50-60% من السيارات اليوم اللي عم تعبي بنزين مش عم تساعد 10 لتر بنزين. شيء طبيعي، نحن مش بس هيدا الجدول، الجداول الجاي اللي بعده بدأت تشهد ارتفاعات. ما ننسى نحن أنه عايشين بحالة حرب، برميل النفط تخطى ال 130 دولار. إذن لا أزمة وفق ما أكد المعنيون، لكن الارتفاع حتمي ومستمر رهنا بتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع سعر برميل النفط عالميا. ويبقى السؤال عن ماهية الإجراءات التي ستلجم بعض التجار المحتكرين. لم ننساها بعد حتى تعود إلينا من جديد، طوابير المحروقات تثير الريبة وتترافق مع أسعار خيالية للتنكة تتجاوز ربما قدرة المواطن على التحمل، وهو الذي يعيش الأزمات يوما بعد يوم. من بيروت حسن فقيه، أنبيان.